النهارده الذكرى الأولى لرحيل واحد من أبرز وزراء الإسكان، وكان ليه بصمة كبيرة في فكرة المدن الجديدة في مصر، هو المهندس حسب الله الكفراوي رحمه الله. خلينا نشوف التقرير. عام مر على رحيل أحد أبرز وزراء الإسكان، صاحب بصمة لا تنسى، هو المهندس حسب الله الكفراوي. ولد حسب الله الكفراوي في 22 من نوفمبر عام 1930 في محافظة دمياط بقرية كفر سليمان بمركز كفر سعد. حصل في عام 1943 على الشهادة الابتدائية من مدرسة فرسكور الابتدائية وبكالوريوس الهندسة في جامعة الإسكندرية عام 1950. شغل منصب وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة لنحو 16 عاماً، وكان صاحب فكرة إنشاء المدن الجديدة، وفي عهده تم إنشاء عدد من المدن مثل العاشر من رمضان والسادات و15 مايو و6 أكتوبر. تم تعيينه محافظاً لدمياط في نوفمبر عام 1976 ورئيساً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1980، كما تم انتخابه نقيباً للمهندسين عام 1991. أسس حسب الله الكفراوي بنك التعمير والإسكان عام 1978 كأول بنك من نوعه في مصر تكون مهمته تمويل الاستثمار في المجال العقاري. حصل حسب الله الكفراوي على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وحصل على وسام بطولة العمل من الاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ووسام الاستحقاق الفرنسي من الطبقة الأولى.